السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رؤية الأب مريض في المنام. أولا، رؤية الأب في المنام يبكي، هذه الرؤية تدل على المحن والشدائد للرأي. رؤية الأب والأم بالنسبة للبنت العزباء، رؤية الأب والأم وهم أحياء، الرؤية تدل على تحقيق أمنية غالية إن شاء الله تبارك وتعالى سوف تتحقق لها، وربما هذه الرؤية تدل على السعادة لهذه البنت العزباء إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الأب الحي للمرأة الحامل، هذه الرؤية تدل على الولادة السهلة لو رأته وهو سعيد، أما لو رأته وهو غاضب هذه الرؤية ومع شديد الأسف ربما تكون هناك مشاكل في قضية الحمل. رؤية المرأة المطلقة والأرملة للأب إن شاء الله تبارك وتعالى وهو يهديها مال أو ملابس، هذه الرؤية تدل على زوال الهموم وتدل على قدوم خير ورزق ومال لها إن شاء الله تبارك وتعالى في الفترة المقبلة. رؤية الأب وهو بمرض خبيث أعزكم الله، هذه الرؤية تدل على خوف الرأي وقلقه عموما من قضية أنه خايف من المستقبل في أمر ما في حياته. رؤية الأب الحي وهو يبتسم، هذه الرؤية تدل على نجاح من المخاطر. رؤية الأب الحي وهو مريض، هذه الرؤية تدل على عقبات وربما تدل على مرض ومع شديد الأسف. رؤية الأب الحي وهو غاضب، هذه الرؤية تدل على أخطاء في تصرفاتك وهو غير راضي عنها. رؤية الأب يتشاجر معك، هذه الرؤية لها أكثر من معنى، إما تدل على الخير وإما تدل على المنفعة، وربما وهو الأقرب إلى الصواب أنها تدل على النصيحة والإرشاد لك في أمر ما في حياتك وقت رؤيتك لهذه الرؤية. رؤية المرأة المتزوجة أن أباها الحي يضربها، هذه الرؤية تدل على إما تقصيرها في حق زوجها وإما تقصيرها في حق ربها تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.